بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم معانا في حلقه جديده من صحافه النهار اللي هيكون ضيفي فيها النهارده ناقدنا الرياضي المميز طارق رمضان، الناقد الرياضي بالاهرام الرياضي. هنتكلم عن قضيه الموسم القادم في البث الفضائي والصوره التلفزيونيه، فين هيكون الدوري؟ هل هتحتكر الشركه الراعيه الدوري المصري ويكون في قناه فضائيه عربيه وقناه فضائيه مصريه واحده فقط، ولا الدنيا هتتغير وكل القنوات هتذيع الدوري؟ هنناقش كل هذه الامور مع ناقدنا الرياضي المميز طارق رمضان بعد شويه ان شاء الله. خلينا نروح مع حضراتكم لاخبارنا النهارده. في خبر مهم جدا النهارده وهو تدخل الدوله في التصالح بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، المهندس محمود طاهر والمستشار مرتضى منصور. والحقيقه طالبنا من فتره طويله جدا تدخل الدوله، رغم المجهود الكبير جدا اللي بذله المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، وبعض الوسطاء في الحلول او التوصل لحلول للتصالح لحقن التعصب والاحتقان الموجود في الشارع الرياضي المصري في الفترة اللي فاتت، واللي زاد الحقيقة لأبعد مدى. الحقيقة شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي قد إيه حالة التعصب وحالة الاحتقان اللي موجودة بين جماهيرنا، وحذرنا أكتر من مرة هنا من أنه ننتظر كارثة جديدة في ملاعبنا، والحقيقة ده اللي مش ممكن أو مستحيل أن حد يقبله الفترة اللي جاية بعد رحيل يمكن أكتر من 100 شاب في السنتين ثلاثة اللي فاتوا. بورسعيد والدفاع الجوي ما كانش ليهم أي ذنب غير أنه في حالة احتقان، وأنا قلت هنا من برنامجنا أن حالة الاحتقان اللي موجودة دي هي اللي بتؤدي في النهاية إلى الضحايا اللي بيروحوا نتيجة الاحتقان ده، والجميع مسؤول حقيقة بما فيهم الإعلام. ما حدش ينكر أبدا أنه الجميع مسؤول، سواء وزارة الشباب والرياضة، سواء الاتحاد المصري لكرة القدم، سواء رؤساء الأندية ومجالس إداراتها، سواء الإعلام المصري اللي في بعض الأحيان بيزيد حالة الاحتقان، البعض طبعا مش الكل، وكمان الجماهير كمان مسؤولة، بعض الجماهير أو قلة من الجماهير المتعصبة بتزيد برضو حالة الاحتقان. الحقيقة في النهاية احنا بنحاول نصل لحلول لحالة الاحتقان دي، بنحاول نصل لحلول ان ما بقاش فيه إراقة لنقطة دماء واحدة تاني في ملاعبنا. كرة القدم للاستمتاع فقط، وده اللي بنحاول نوصله لجماهير كرة القدم في مصر، بنحاول نوصله لكل المسؤولين في مصر. الحقيقة وزارة الداخلية في السنين اللي فاتت الحقيقه يعني بعد كل المشاكل اللي حصلت دايما بترحب او بترحب بعوده الجماهير للمدرجات، والموسم القادم مش عارفين لسه، يعني الموسم القادم 20 اكتوبر ان شاء الله مفيش اي خطوات لسه لعوده الجماهير. ولكن المهندس خالد عبد العزيز يمكن امبارح وزير الشباب والرياضه كان ليه تصريح انه مباريات المنتخب، مباريات منتخب مصر او منتخبات مصر، سواء المنتخب القومي او المنتخب الاولمبي او منتخب 97 مع كابتن معتمد جمال، ومباريات النادي الاهلي ونادي الزمالك وسموحه في افريقيا هتقام بجماهير. اعتقد ان التجربه التونسيه يمكن تكون افضل تجربه نبص عليها دلوقتي، لانه الظروف في تونس اعتقد انها نفس الظروف عندنا، كان في حاله عدم استقرار امني، ولكن الحمد لله عندنا استقرار امني كامل دلوقتي في مصر. تونس ابتدت الدوري وابتدت تدخل او تعود الجماهير ليها مره ثانيه ولمدرجاتها واحده واحده، يعني عدد قليل، جمهور الفريق صاحب الارض فقط هو اللي بيدخل، جمهور الفريق المنافس ما بيدخلش المدرجات، ما تحت 18 سنه ما بيدخلش المدرجات عشان ممكن يبقى متعصب شويه، ممكن تخرج منه يبقى خارج النص شويه. وبالتالي ابتدت تونس مع الموسم الجديد يبقى فيه عوده لاكثر شويه من الجماهير، العدد اكبر شويه من الجماهير في الموسم اللي فات. بتمنى انه العوده الجماهير تبقى تدرجيه زي ما شفنا كده، او بالتدرج شويه زي تجربه تونس، عشان نقدر ان شاء الله نعود لمدرجاتنا امنين. اهم حاجه عندنا انه جمهورنا يخرج من مدرجاتنا او يدخل لمدرجاتنا للاستمتاع بكره القدم ويخرج امن مطمئن، ما عندوش اي مشكله، ما فيش اي مشاكل. واعتقد ان الخطوه اللي عملها النهارده المهندس ابراهيم محلب معالي رئيس الوزراء بالاتصال بالمستشار مرتضى منصور والمهندس محمود طاهر لعقد جلسه الاسبوع القادم ان شاء الله في وجود المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه وسياده اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه معالي وزير الداخليه، لعقد جلسه للتصالح وتهدئه الاوضاع وتهدئه الاجواء في الفتره اللي جايه. ده مهم جدا جدا، لانه الحقيقه جماهير القطبين مهمه جدا وجماهير عريضه جدا في الوطن العربي مش في مصر بس. واعتقد ان ان شاء الله الاجتماع القادم ان شاء الله الاسبوع القادم مع المهندس ابراهيم محلب، اعتقد ان شاء
الله انه هيسفر عن نتائج هائله ان شاء الله ونتائج رائعه، لانه اعتقد انه في ابتدت شويه تهدئه الاجواء في الفتره اللي فاتت، واعتقد انه الاثنين او المهندس محمود طاهر ورئيس النادي الاهلي طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك تقبلوا الوضع ووجودهم ان شاء الله في هذا الاجتماع ان شاء الله هيهدي الاجواء الفتره اللي جايه. ولكن انا بدعو من هنا كمان انه الفتره الجايه بدعو جماهيرنا وجماهير كره القدم لعودتكم مره تانية للمدرجات ولتهدئه الاجواء الفتره اللي جايه. بتمنى ان شاء الله انكم تستقبلوا هذه التهدئه وهذا الوضع ان شاء الله الفتره اللي جايه، لان الموسم اللي جاي ان شاء الله هيبقى فيه موسم ساخن جدا بعد كل التدعيمات اللي شفناها في الاهلي والزمالك وكل الفرق المصريه. اعتقد ان الموسم القادم ان شاء الله هيبقى موسم قوي جدا، موسم ساخن جدا، وبتمنى ان شاء الله انه التعصب يبقى لفريقك فقط، يعني تعصب براحتك لفريقك، تحفز لفريقك، شجع فريقك براحتك، ولكن بدون ما تخرج عن النص، بدون ما يبقى في شتايم وسباب للفريق الاخر او التعدي بالالفاظ على اي حد مره ثانيه ان شاء الله. انا بتمنى ده، واتمنى ان شاء الله انه الجلسه دي الموسم الاسبوع القادم ان شاء الله تسفر عن نتائج ان شاء الله تهدي الاجواء شويه، يبقى الاوضاع ان شاء الله الموسم القادم افضل من كده ان شاء الله بكتير. يعني النادي الاهلي اروح مع حضراتكم، النادي الاهلي ونادي الزمالك واخبار منتخبنا والاتحاد المصري لكره القدم. النادي الاهلي اخيرا بعد الحقيقه فتره طويله جدا جدا من الصبر وفتره طويله جدا من يمكن التاخير شويه، وطالبنا هنا الحقيقه فترات طويله جدا مجلس اداره النادي الاهلي انه يحسم موضوع المدير الفني للنادي الاهلي. النادي الاهلي الحقيقه دعم صفوفه بثمان صفقات من العيار الثقيل جدا جدا، واعتقد انه زي نادي الزمالك الحقيقه ما دعم صفوفه بصفقات مميزه جدا وحصل على الدوري الموسم الماضي، وكمان الموسم ده دعم صفوفه بلاعبين مميزين جدا جدا معظمهم في منتخب مصر، وبالتالي الموسم القادم كان محتاج استقرار في الفريقين في القطبين، ومع الاسماعيلي مع وادي دجله ام بي المقصه الحقيقه فرق كتيره جدا المقاولين العرب، كل الفرق دعمت بشكل جيد جدا جدا الفتره دي، واعتقد الموسم الجاي ان شاء الله هيبقى موسم ساخن وقوي جدا. يمكن النادي الاهلي طبعا بعد ما شفنا ان كابتن فتحي مبروك ادى ما عليه تماما في الفتره اللي فاتت، واذكر حضراتكم كده بما قدمه كابتن فتحي مبروك للنادي الاهلي، يمكن في بطوله الدوري لعب 14 مباراه فاز في 10 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراة وحيدة وحصل على المركز الثاني، ولكن بعد الحقيقة يعني بعد معاناة طويلة جدا بعد جريده، لأنه جريده كان خسر لقاءات كتيرة جدا وخسر عدد نقاط كبير، خلى في فرق كبير بين النادي الأهلي ونادي الزمالك اللي حصل على بطولة الدوري في النهاية. في الكونفدرالية وصل لنهائي نصف نهائي الكونفدرالية وهيواجه إن شاء الله يوم السبت الملعب المالي. الكونفدرالية 7 لقاءات فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر لقاءين وصعد ل قبل النهائي بغض النظر عن المباراة الأخيرة اللي هتحدد بس أول وتاني المجموعة. وصل لنصف نهائي كاس مصر اللي هيواجه فيه بتروجيت إن شاء الله يوم 19 أعتقد هذا الشهر أو 17. يمكن الحقيقة الكابتن فتحي مبروك أدى ما عليه تماما، عمل لقاءات مميزة جدا، مباريات مميزة جدا، نتائج هائلة جدا مع الفريق، رغم أنه البعض كان بينادي أنه كابتن فتحي مبروك يمكن لقربه من اللاعبين شوية ابتدت اللاعبين تاخد أو اللعيبة تاخد شويه على كابتن فتحي مبروك، وبالتالي كان في بعض المشاكل، وقلنا ان جزء منها يتحملها كابتن فتحي مبروك وجزء يتحملها اداره كره القدم في النادي الاهلي وهو مدير الكره في النادي الاهلي كابتن وائل جمعه، وقلنا ان كابتن وائل جمعه رغم انه قدم عليه ولكن كانت تجربه اولى وكان يمكن فيها صعوبه شويه. عايز اقول انه التجديد لكابتن فتحي مبروك موسم قادم وزياده راتبه ل 125,000 جنيه اعتقد انه هيريح كابتن فتحي مبروك جدا من الضغوط الكبيره جدا اللي كانت عليه، وانا قلت هنا اكتر من مره ان كابتن فتحي مبروك حقيقه التفكير في التجديد ليه هو من نفسه بيفكر في انه باقي في النادي الاهلي ومكمل ولا لا، هيكمل مع الفريق الموسم اللي جاي ولا في تعاقد مع مدير فني اجنبي الموسم القادم. كل الحاجات دي كانت بتاخد جزء كبير جدا جدا من تفكيره، وطالبنا الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي انه يحسم الموضوع بشكل نهائي قبل ما يدخل بقى على المعترك، يعني نصف نهائي الكونفدراليه ونصف نهائي كاس مصر والدوري الجديد. خلاص كابتن فتحي مبروك كده استقر على التجديد مع النادي الاهلي، وبالتالي اعتقد انه هيبقى فيه ارتياحيه شديده جدا في الجهاز الفني. ترك مجلس اداره النادي الاهلي مهمه الجهاز الفني المعاون لكابتن فتحي مبروك، هو اللي يختار اذا كان هيحتاج حد كمدرب معاه او مدرب احمال. اعتقد انه كابتن فتحي مبروك بشكل نهائي هيستقر
مستقر على الجهاز الفني اللي معاه المعاون، طبعا كابتن احمد ايوب مدرب عام، كابتن علي ماهر مدرب مساعد، كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى، دكتور اعتقد دكتور خالد محمود طبيب الفريق، والجهاز واعضاء طبعا الجهاز الطبي والاداري الموجودين من الموسم الماضي. ممكن يبقى في استعانه بمدرب احمال، واعتقد ان دي خطوه تبقى مميزه جدا للنادي الاهلي، لانه كثره الاصابات في الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي محتاجه فعلا مدرب احمال يكون متواجد مع الجهاز الفني للنادي الاهلي الفتره اللي جايه، لان النادي الاهلي الحقيقه في الموسم الماضي عانى بشكل كبير جدا جدا من اصابات. كنا بنشوف يمكن 6 أو 7 لاعبين في مباراه غايبين عن الفريق بسبب الاصابات العضليه، واعتقد انها كانت كتيره جدا في الموسم الماضي. مدير الكره في النادي الاهلي بعد طبعا استقاله كابتن وائل جمعه، يمكن كان في كلام كتير جدا الفتره اللي فاتت انه من المفترض ان يبقى في مدير كوره، ويمكن كان في كلام من كابتن علي عبد الصادق المشرف عام على كره انه الاستعانه بمدير شؤون لاعبين، ولكن استقر في النهايه مجلس اداره النادي الاهلي على انه كابتن علي عبد الصادق هو مدير الكرة، بالإضافة طبعا إلى أنه المشرف العام على قطاع الكرة في النادي الأهلي. وبالتالي حسم النادي الأهلي، وأنا قلت لحضراتكم الأسبوع اللي فات في خلال أسبوع النادي الأهلي هيحسم كل هذه الأمور الفنية الخاصة بالجهاز الفني للنادي الأهلي للاستقرار بقى. خلاص النادي الأهلي يبتدي يستقر على الجهاز الفني والجهاز الفني المعاون ومدير الكرة، ويبتدي يشتغل مع الصفقات الجديدة، يبتدي يشتغل الفترة الجاية بقى على إعادة البطولات للنادي الأهلي. انتظم طبعا كل اللاعبين الدوليين اللي كانوا متواجدين مع منتخب مصر، الحقيقه عندهم ارهاق شديد، شريف اكرامي، سعد سمير، حسين السيد، مؤمن زكريا، عمرو جمال، ورمضان صبحي، انتظم في التدريبات. النادي الاهلي عنده لقاء ان شاء الله يوم السبت القادم الساعه 6 مساء ان شاء الله في استاد السويس الجديد امام الملعب المالي. المباراه تحصيل حاصل، ولكن النادي الاهلي وصل بالفعل لنصف نهائي الكونفدراليه، ولكن مهم جدا النادي الاهلي يشوف عايز هيواجه مين، لانه النادي الزمالك عنده مواجهه ان شاء الله يوم الاحد القادم برده ان شاء الله امام اورلاندو بيراتس الاول والثاني. شوف النادي الاهلي ونادي الزمالك ممكن يتواجهوا في نصف نهائي الكونفدراليه ولا لا. طب خلوني يعني بعد متابعه اخبار النادي الاهلي نشوف اخبار اتحاد الكوره والدوري الجديد مع سياده العميد ثروت سويلم، والحقيقه يعني اللي بيبذل مجهود شديد جدا وكبير جدا جدا خلال الموسم الماضي، والحقيقه بنشيد بيه دايما هنا في برنامجنا، لانه الحقيقه يعني همزه الوصل المهمه جدا والهامه جدا بين اتحاد الكوره وبين وزاره الداخليه او الامن في التنسيق لملاعب المباريات. وشفنا الحقيقه اكثر من أزمة الموسم اللي فات حقيقة قدر سيادة العميد ثروت سويلم يحلها بعلاقاته طبعا، واتمنى ان شاء الله ان الموسم الجديد ان شاء الله يكون فيه يعني فتحة خير كده، وان شاء الله ما يكونش عندنا مشاكل. سيادة العميد مساء الخير. ازاي حضرتك يا فندم، عامل ايه؟ شكرا جدا على كل حاجه بتقولها. لا لا ده حقك يا فندم والله، واحنا كلنا شايفين قد ايه المجهود اللي بذل الموسم اللي فات الحقيقه، من يعني مش دايما مش كل اعضاء مجلس اداره الحقيقه، ولكن في ناس بتشتغل بجد واجتهاد لصالح المنظومه الرياضيه الحقيقه. سيادة العميد طيب اروح مع حضرتك بقى لملاعب الموسم اللي جاي، يعني يمكن في بعض الاخبار كده بتقول ان حضرتك توصلت مع وزاره الداخليه، وخاصه بعد فشل الانديه في التواصل مع وزاره الداخليه او الامن للملاعب اللي هتاخد عليها المباريات ان شاء الله الموسم القادم. هل توصلت حضرتك بالفعل للملاعب اللي هتاخد عليها، وهل هي ملاعب محدده يعني 5 أو 6 ملاعب ولا اكتر من كده؟ يعني احنا كان في قرار من مجلس الاداره. سيادة العميد صوت حضرتك بعيد قوي. الو الو طيب معلش، في يا ريت تحاولوا تجيبوا لنا تاني سيادة العميد ثروت سويلم. طيب يمكن دي اخبار النادي الاهلي، ويمكن موضوع محمد ناجي جده خلاص اعتقد بشكل كبير جدا حسم، ومعلوماتي بتقول ان محمد ناجي جده خلاص يعني بالفعل اتفق مع نادي المقاولين العرب للموسم القادم عشان يلعب مع كابتن حسن شحاته. اعتقد كابتن حسن شحاته عنده علم كبير جدا بقدرات وامكانيات محمد ناجي جده، ممكن يعيد ناجي جده تاني او جده ل الملاعب بشكل افضل وبصوره افضل زي ما كان. الحقيقه محمد ناجي جده من اللاعبين المميزين جدا، ولكن الاصابات في الفتره اللي فاتت ابعدته بشكل كبير عن التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. بتمنى ان شاء الله انه مع المقاولين العرب يكون عنده او يسترجع مستواه مره ثانيه. طيب نرجع مع سياده العميد ثروت سويلم. فندم اتفضل. حضرتك يعني بعتنا قلنا نطبق شروط المسابقه. تمام. ان اتحاد الكوره ان الانديه هي الملزمه ان هي تجيب الملاعب. تمام. وتجيب الموافقه الامنيه. بعتنا من 20/8 تقريبا او 15/8، قلنا لكل نادي 18 نادي. لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها ما فيش نادي جاب موافقه، وبالتالي كان صعب جدا ان انت تستنى وتنتظر، خاصه ان انت برضو حريص ان الموسم الجديد يعني يبقى فيه الملاعب يعني جاهزه.
والمواقفات موجوده. تمام. وخاصه عندك موسم صعب جدا، عندك انتخابات برلمانيه، عندك يعني كاس امم، كاس عالم، في ارتباطات كثيره جدا لحياه العميد. الحاج عامر طبعا ازمه بالنسبه له ان يعمل جدول في التوقيت ده. وصعب ان اي حد والله اشرف ان يعني يقوم بالدور اللي بيقوم بيه الكابتن عامر حسين ده اكيد. وبالتالي حضرتك كان في تنسيق مع سياده اللواء احمد بكر مساعد اول وزير الامن، وتم تقديم الملاعب، طلبنا الانديه كلها وقلنا كل واحد يقول الملعب اللي هو عاوزه والبديل ايه، وان شاء الله باذن الله خلال يعني ما فيش مشاكل بالنسبه للملاعب، يعني اعتقد كموافقات امنيه ان شاء الله مش هيكون في مشكله. مشكله ماتش الاهلي والزمالك في او يعني المحتمل نهائي كاس مصر ايا كان اطرافه ايه، ان ما قدرناش نجيب موافقه برج العرب هيكون البديل استاد بطرسبورت، في استاد الوزير المهندس خالد عبد العزيز اتدخل مع قيادات الامن ومع استاد وزير الداخليه، وبنسبه كبيره هيكون البديل لبرج العرب استاد بتروسبورت. يعني ممكن نشوف لو ان شاء الله الاهلي والزمالك وصلوا لنصف نهائي للمواجهه في نصف نهائي الكونفدراليه هيكون يا اما في برج العرب او بتروسبورت. انا بكلم حضرتك، لا انا بكلم حضرتك على نهائي كاس مصر. على نهائي كاس مصر، تمام. اما الكونفدراليه دي ماتشات دوليه قد يكون في تدخل من المهندس خالد عبد العزيز على اساس الماتشات دي لو في نهائي بين الاهلي والزمالك هيكون بنسبه كبيره لازم يكون في عدد من الجماهير كشروط المسابقه في الاتحاد الافريقي المقرره من الكاف. تمام. فاحنا بنتكلم حضرتك دلوقتي على نهائي كاس مصر، فبنتكلم بدري شويه، بنحاول عشان ما يتقالش ان احنا بنيجي في وقت ضيق ونتكلم. فحطينا بديل لبرج العرب استاد بطرسبورت، تدخل المهندس خالد عبد العزيز، وفي موافقه شبه موافقه على اقامته لو ما تلعبش في برج العرب يتلعب في استاد بطرسبورت. طب تمام. يعني اخد حياك معلش قبل ما نروح للملاعب الدوري، الكاس مصر النهائي كاس مصر 21 سبتمبر يمكن كان في بعض الاعتراضات شويه، وكابتن اسماعيل يوسف مدير الكره قال انه يعني اتحاد الكره ما قدرش انه ياجل المباراه شويه بعد وقفه العيد لانه هيبقى فاضل يوم واحد بس على وقفه العيد، ولا يعني في ضيق في الوقت شويه. كابتن اشرف يعني مع احترام الكابتن اسماعيل هو بيتكلم من منظور واحد بس، ان وقفه عيد في ناس بتحج، في اغلب مجلس اداره نادي الزمالك او الجهاز الفني، ده حاجه شخصيه. لكن انت حضرتك لما تحط خريطه الماتشات الافريقيه للزمالك كمان، الزمالك عنده ماتش 25 و26 تقريبا يعني، فانت حضرتك الحاج عامر ما عملش الكلام ده عشوائي، لا كل حاجه محسوبه. بقول لحضرتك وسياده المشرف بتاع مصر اتكلم في الموضوع ده، وحاولنا عشان برضو نحاول نقرب المسافات، ما عندكش بديل غير عن 21/9 لان عندك ماتشات افريقيه في ارتباطات يعني ما فيهاش تعنت. والحقيقه احنا يعني ملاحظين ده ان ما فيش تعنت خالص الحقيقه من دايما اقول لحضرتك دايما الحاج عامر حسين الحقيقه بيراعي دايما الظروف دي، وبرضه خلي بال حضرتك ولا في تعنت من وزاره الداخليه ان ما بقاش في جماهير ولا في الكلام ده، كل ملف ليه يعني اداره، ليه وزاره الداخليه حريصه على سلامه الجماهير، حريصه على سلامه مصر. لما بتكون ماتشات بغير جماهير هي الاحرص، وهي ليها نظره مستقبليه في هذا الموضوع. عشان كده بقول لحضرتك قد يكون نهائي الكونفدراليه ونتمنى يكون اهلي والزمالك ان شاء الله. شروط المسابقه في الاتحاد الافريقي بتتطلب ان يكون في جماهير. في الوضع ده قادره وزاره الداخليه انها تامن ماتش بجماهير بين اهلي والزمالك ان شاء الله، فان شاء الله يوصلوا، وبعدين بعد كده كل الامور دي يعني ممكن تصلح باذن الله ان شاء الله. استاذ العميد ده يعني انا دايما بكلم حضرتك في مشكله عوده الجماهير، يعني واعتقد انه يعني قرار او مكالمه المهندس ابراهيم محلب معالي رئيس الوزراء للمستشار مرتضى منصور والمهندس محمود طاهر لتهدئه الاجواء الفتره الجايه ممكن تهدي الاوضاع شويه الفتره اللي جايه، هل ممكن نشوف بدايه الدوري الموسم اللي جاي بعدد قليل من الجماهير شويه؟ بص خالد اشرف يعني الموضوع ده صعب شويه وغير قابل يعني ان احنا يعني ما فيش محاوله فيه، لان بعد اللي حصل يعني الحادث الاليم بتاع الزمالك وانبي طبعا. وخلي بال حضرتك كل الاصوات اللي كانت بتطالب ان الجماهير ترجع تنصلت من قرارها وقالت احنا ما طلبناش جماهير، طب احنا الكوره كويسه كده. احنا بعدين حضرتك لما نقول في جماهير لازم في ضوابط، في مسؤوليه، في مسؤوليه على النادي، في مسؤوليه عن الجماهير، كل الحاجات دي حضرتك صعب جدا تعملها قبل صدور قرار قانون شغب الملاعب، قبل ما يكون تنتهي من الانتخابات البرلمانيه. فحضرتك اعتقد ان الجماهير ممكن ترجع في الدور الثاني باذن الله. يعني الموضوع ده مؤجل شويه لغايه ما نبتدي نشتغل عليه.
وده الصح، وده الصح الحقيقه يا استاذ العميد صار. يعني احنا بتمنى ان احنا نشتغل فعلا زي ما حضرتك بتقول كده، ان نشتغل شويه على قصه عوده الجماهير دي للاطمئنان عليهم والامنهم طبعا وسلامتهم داخل المدرجات ده في البدايه. يعني حضرتك كل واحد بيتفنن في ان هو يخرج لك مسلسل محترم لدخول الجماهير، اللي يقول لك كارت ممغنط، اللي يقول لحضرتك تذكره عليها صوره، كل ده لا يصلح في ملاعبنا هنا في مصر، لان احنا بنتفنن برضو في ان احنا ازاي نقدر نعدي الحواجز اللي ممكن تتعمل في دخول الجماهير. هو ده جمهور الكوره، وكلنا يعني حريصين على ان سلامه الجمهور ده، بس في نفس الوقت صعب انك تحط سيب حضرتك من الاحلام وانك تعمل كلام واقع، كلام على 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 ورق، لكن لما تيجي تنفذه عمليه صعبه جدا. عشان كده لازم في ضوابط عشان عوده الجماهير نتكلم فيها ان شاء الله بعد الانتخابات ان شاء الله. طيب الدوري الجديد الملاعب استقريتوا عليها استاذ العميد صارت ولا لسه؟ يعني بنسبه كبيره حضرتك الملاعب استقرينا بنسبه كبيره. كان المفروض ان الدوري يتلعب 16 17 10، لكن انت حضرتك عندك انتخابات، فتم التنسيق مع قيادات وزاره الداخليه، وكان النهارده بكلم سياده اللواء احمد باقر مساعد اول وزير الامن، وسيادته طبعا حريص جدا على بدء الدوري ان احنا يبقى في وقت مسموح بيه ما بعد المرحله الاولى. انت عندك المرحله الاولى 17 و18، فقد يكون تنسيقا مع الكابتن عامر حسين يبدا الاسبوع الاول مثلا 21، الاسبوع الثاني 24، يقف ثاني الدوري. موضوع صعب جدا، وعشان كده بقول لحضرتك يعني ربنا يوفق الكابتن عامر حسين في اعداد جدول على الاقل خمس اسابيع. يعني ممكن يتوقف على لعيب المنتخبات يعني في معسكرات كثيره للمنتخبات الاولمبي والمنتخب القومي. عندك توقف منتخب اول، عندك توقف منتخب اولمبي، عندك مرحله اولى انتخابات، عندك مرحله ثانيه انتخابات، عندك يعني عندك الدوره بتاعت المنتخب الاولمبي اللي مؤهله للاولمبياد. انا بقول لحضرتك كابتن اشرف الموضوع مش سهل، واي واحد يقول لك لا يعني هي هم بيصعبوا القصه ليه، ده جدول. طب جدول، حط الخريطه قدامك، شوف متطلبات المنتخبين، شوف الاحداث اللي بتدير اللي في البلد، وبعدين حط جدول. هتلاقي عمليه صعبه جدا، فاعتقد ان الحاج عامر هيطلع خمس اسابيع عشان يقدر يأقلم الجدول على الظروف اللي بتمر بها البلد. يعني الزمالك في بتر سبورت والاهلي في بتر سبورت خلاص، واعتقد ان دول يعني كانوا برضو مشكله كبيره لايجاد ملعب ليهم بنسبه كبيره. الاهلي والزمالك ما عندكش بديل عنه. قد يكون برضو مطروح المقاولين العرب، لكن في الفتره اللي جايه دي اعتقد ان بتر سبورت هيستقبل الاهلي والزمالك، وهم طالبين كده. طيب انا عارف ان مشكله الجونه يعني مش عند حضرتك، ولكن عايز اخد راي حضرتك فيها. يعني لجنه التظلمات لغايه دلوقتي ما حسمتش الموضوع واجلت القصه لمده اسبوع كمان. حضرتك شايف القصه ممكن تمشي ازاي؟ يعني ممكن يبقى عندنا 19 فريق الموسم اللي جاي فعلا، ولا القرار ممكن يتغير عن كده، ولا ايه؟ يعني راي حضرتك يعني الموضوع في هذا الموضوع؟ الموضوع ده اشرف انا مش عايز اتكلم فيه، لان في طرف قد يكون معتقدين ان انا يعني محسوب عليه طبعا، وانا بتشرف ان انا محسوب على الداخليه وابن من ابناء الداخليه، لكن انا بقول لحضرتك ما فيش اي نوع من المجامله في هذه المواضيع. عشان كده مش عايز اتكلم في الموضوع ده. لجنه التظلمات بحثت في كل الاطراف وشافت كل الورق، واعتقد ان القرار ممكن يطلع يوم السبت، لكن انك تعمل 19 نادي ده عمليه طبعا صعبه جدا. انت عندك او لا يعني ما عندكش يعني حلول بديله. انت عندك حقوق معينه، ده صاحب حق او ده صاحب حق. في الاول وفي الاخر مفيش مجامله لاي نادي من الانديه، كل الانديه على مسافه واحده من اتحاد الكوره. لجنه التظلمات بتشوف الموضوع، واعتقد ان القرار لما يطلع. طب دي هتعمل ازمه سياده العميد؟ هتعمل ازمه قصه انه في يعني 19 فريق الموسم اللي جاي للحاج عامر حسين، ولا يعني هيبقى ليها حلول؟ ما انا ما اعتقدش ان ده مطروح اصلا يبقى في 19 نادي. يعني تحت اي مسمى يبقى 19 نادي. انت حضرتك يعني يا اما القرار يطلع بهبوط الداخليه او هبوط الجونه؟ ما فيش وضع تاني، ما فيش بديل تاني. ما فيش بديل. لجنه شؤون اللاعبين اقرت قرار واخرت قرار، وقرار محترم لرئيس لجنه محترم الحاج محمود الشامي، ما جاملش حد، ما شافش حد في هذا الموضوع، حكم بالرؤيه اللي شافتها اللجنه بحقوق معينه.
يعني هننتظر قرار لجنه التظلمات ان شاء الله الاستاذ القادم. أكيد ان شاء الله باذن الله. استاذ العميد انا بشكر حضرتك دايما على توضيح الامور لينا. بشكرك استاذ العميد ثروت سويلم. بشكرك جدا. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا ونستقبل ضيفي العزيز طبعا ونقيدنا الرياضي المميز طارق رمضان.